أهلا بكم إلى القلم الرياضي. يكتب رعد العراقي في المدى الرياضي حرمة بيت الرياضة. يقول العراقي: لم تشهد الساحة الرياضية العراقية على مر تاريخها انهيارا في منظومة العلاقات ولغة الحوار الحضارية التي تجمع بين أبناء البيت الرياضي مثل ما هي عليها اليوم. ويضيف العراقي: إنها قضية وطن، ولا نقبل أن تنتهك فيه أخلاقيات البيت الرياضي، ونرفض أن يساء لثقافة الأجيال، ونشجب إهانة النجوم بكل تاريخهم. وفي القدس العربي الرياضي يكتب خلدون الشيخ: الفيفا لم يخطئ في اختيارات الفائزين بجوائزه. في جدال المحسوبيات السياسية والتي امتدت إلى عالم كرة القدم، فإن اللوثة كانت حاضرة في جوائز الفيفا، ورغم الاختلاف على اختيارات الفائزين واعتبارها مسيسة، إلا أن أيا كان الفائز فسيحظى بكم من الجدل، إما بسرد إنجازاته وألقابه أو النبش عن سلبياته ومساوئه. ويكتب محمد حمدي في المدى العراقية أوراق رياضية. يقول حمدي: إن موضوعا يفتح لنا جروحا غائرة بمجالات متعددة قد تجرنا إلى اختصاصات بعيدة كل البعد عن الرياضة وقاعدتها المتينة التي نبحث اليوم تدعيمها. ومن هذه القواعد منتديات الشباب والرياضة التي كانت في يوم من الأيام رقما صعبا لا يستهان بها، وأسهمت في تخريج أعداد هائلة من الرياضيين المتميزين، وها هي اليوم عاجزة عن القيام بواجباتها وفق الخطط السنوية التي أصبحت إسقاطا للفرد لا أكثر ولا أقل. ويكتب علي رياح في المدى الرياضي كاتانيتش بين أيلولين. يقول رياح: كاتانيتش أيلول 2018 ليس كاتانيتش أيلول 2019. لقد تغير كثيرا، وأدت ظروف تجديد عقده والتي أحدثت انشطارا في الرأي بين مؤيد ومعارض. ويضيف رياح: إن محاولته إطفاء المقبولية على شكله وتصرفه سيكون لها ثمن، وهو أن يفتح كاتانيتش أذنيه وعينيه وقلبه لكل كلمة تقال في الملعب والاتحاد والفندق وفي الأماكن العامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأخشى على منتخبنا من طيبته المفرطة.